حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، الصحافة العراقية وفي عيد تأسيسها 54 بعد المئة يحتفل فرسان الكلمة بهذه الذكرى التي تعد النقطة المفصلية من تاريخ عريق لكلمة مسؤولة وحرة، أقلام معطاءة تسعى لتقديم الأفضل وتعويل على اللسان الناطق في معاضدة عمل السلطات وتشخيص مواطن الخلل ورصد البواطن من أجل تدعيم مسارات الحل، غير أن هذه الطبقة ما زالت تنشد الإنصاف من خلال التشريعات والضوابط التي تكفل لهم المزيد من الحريات. فمؤشر البلاد في واقع الحريات الصحفية ما زال في المراتب المتدنية، وهو ما يتعاكس مع حاجة السلطة الرابعة وتعزيز مكانة الأسرة الصحفية كمرآة في الميدان والمواطن البعيدة التي تعذرت عنها أو تعذر عنها تذكرها الأذهان. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، واشنطن لم تهدأ تحركاتها في العراق، خصوصا بعد دخول البلد في مرحلة الاستقرار على الصعيد الأمني والسياسي ودوره الريادي الدولي. السفيرة الأمريكية بمدد متباعدة تتحرك نحو الشخصيات السياسية العراقية من خلال الاجتماعات معهم على غير المعتاد بين السفراء والأعراف الدولية، لتأخذ دور الحاكم والمتنفذ بالإشارة إلى بعض النصائح وإرسال رسائل تحذيرية لزعماء المكونات. لقاءاتها قبل وبعد إقرار الموازنة مع المكون الكردي أثارت تساؤلات لدى العراقيين والمراقبين، التي انطلقت من خلال مؤشرات الاجتماعات جملة محاذير من التدخل في عمق الشأن الداخلي للعراق أو جره إلى رغبات السلطات الأمريكية وإرادتها. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا مباشرة بصوت وصورة من بغداد، الكاتب الإعلامي الأستاذ محمد الساعدي، وكذلك الترحيب بالإعلامية الست منال المعتصم. أهلا بكما، وأبدأ معك أستاذ محمد. الصحافة العراقية في ذكرها 154 سنة، كيف يمكن قراءة مشهدها اليوم وحال الصحفيين خصوصا من جانب الحريات؟ حياك الله أستاذ بشار العزيز والأخ والحبيب والزميل الرائع، وكذلك تحية للزميلة والصديقة الرائعة منال المعتصم ولكل مشاهديكم الأكارم. بدءا وقبل أن أبدأ بالحديث، كل عام وأبناء الأسرة الصحفية من كتاب وصحفيين وعاملين في هذا المجال وداعمين لهم بألف ألف خير. 154 عام، يعني رقم كبير جدا. هذه السنوات التي مرت من عمر الصحافة العراقية كانت مليئة بالمفارقات، كان فيها الصحفي العراقي هو الأنشط تقريبا على الساحة العربية، لم نكن هو الأول ولكن هو ناشطا جدا، إلا في فترة محددة كانت فيها هناك قيود وتقييدات وعملية مصادرة للآراء، لكن بقي الكاتب والصحفي العراقي ينشر ويكتب حتى خارج العراق، وبالتالي استطعنا أن نبقى مواكبين لحركة التطور، لحركة الإعلام العالمي والدولي. استطاع الصحفي العراقي أن يكون رقما صعبا في مؤسسات الإعلام العربية والأجنبية، وبالتالي أثبت وجوده على الساحة في العراق. نعم، بعد عملية التغيير بعد عام 2003 انطلقت مؤسسات كثيرة، دخل إلينا الإنترنت، دخلت إلينا وسائل التواصل الاجتماعي، تحول الإعلام من الإعلام الفضائي إلى إعلام المنصات، أصبحت الجريدة صاحبة الجلالة بعيدة عن الشارع وبعيدة عن القراءة، أخذت بالانحسار شيئا فشيئا، إلا أن هناك
من هو ما زال يبحث عنها ليقرأها، وبالتالي فإن الصحافة حتى وإن هرمت فإنها لا تموت، حتى وإن مرضت فإنها لا تموت، تبقى واقفة بمن يكتب، تبقى قوية بمن يبدع بمن ينتج. جميع الزملاء الصحفيين الذين عاصرتهم خلال تقريبا أكثر من عقدين من الزمن، يعني قد يستغرب البعض، أنا أعمل في هذا المجال منذ أكثر من 22 عام، استطعت من خلالها أن أرسم صورة حقيقية إزاء الإعلام العراقي أو إزاء الصحافة العراقية، بأننا قادرون فعلا على أن ننهض من تحت التراب، على أن ننطلق من جديد في أي وقت نشاء الانطلاق به، وهذا دليل على أن هناك روح تفاني وهناك إبداع وهناك إنتاج قد يكون هو الأجمل وهو الأفضل من خلال ما يقدمه الزملاء جميعا. نعم هناك أقلام انحرفت عن المسيرة، ذهبت باتجاهات أخرى، هناك من حاول أن يجعل من الإعلام سلعة مبتذلة، لكن بقي اسم الإعلام وبقي اسم الصحافة الحقيقية التي تمتاز بالكاتبين بالنشطين. طيب هسه أنت جئت إلى محور مهم أستاذ محمد. نعم. قضية القلم المأجور، الصوت المأجور، الكلمة التي يدفع لها، أو أحيانا هناك محددات تثير مخاوف بعض الصحفيين أو أقلام الصحفيين، مقابلها هذا التنوع الكبير بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، فضائيات وإذاعات وصحف ومجلات وغيرها، هل هذا جيد للصحافة العراقية والإعلام العراقي؟ بشار يعني خليني أسولف وياك بصراحة. نعم. قضية التهديد للإعلام كلنا تهددنا، يعني لم يبقى منا إعلامي إلا وهدد، يعني سواء من قوة سياسية أو من الإرهاب خلال فترة، يعني وجود الإرهاب في العراق خلال الفترة المنحصرة من عام 2017 أو 2018 فما دون لغاية عام 2005، هاي 13 سنة اللي كان فيها الإرهاب نشطاً، كان فيها تنظيم القاعدة ومن ثم بعده تنظيم داعش في العراق نشطاً، جميعنا هددنا، يعني لا أستطيع أن أقول كل الصحفيين، ولكن كان هناك تهديد طال الكثير الكثير منا، يعني لم يبقى اسماً إلا وذكر. المتحدث معك يعني ذكر اسمي في موقع أعماق، وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وكنت مطلوبا بالاسم وبالصورة، ووضع علي علامة الأكس ودائرة حمراء، وأنني مطلوب لا لا إلى آخره. هل توقفت؟ قطعا لا، لأنني كان لدي تصميم على أنني أقدم من أجل هذا البلد، أقدم من أجل هذا المجتمع، أقدم من أجل هذا الشعب، أن أكون لسان حال كل مواطن عراقي. عندما تهدد من قوة سياسية فهذا دليل على أنك وصلت إلى مرحلة من النجاح، عندما تحاول قوة سياسية شراء قلمك فهذا أيضا دليل آخر على أنك مبدع ومتمكن. نعم هناك بعض الأقلام التي انجرفت باتجاه هذه القضية، لكن هذه الأقلام حتى وإن انجرفت، حتى وإن ذهبت، فهناك بدائل لها، من يكون قلمه رخيصا ويباع ويشترى بمبلغ مالي حتى وإن كبر وإن ضخم المبلغ المالي، والعديد منهم الآن ننظر إليهم ونعرفهم بالأسماء وبالألقاب. طيب. وهم يعرفوننا أيضا أننا نعرفهم، لكن هل لهم احترام لدينا؟ قطعا لا، هذا لا يحترم من قبل الشارع العراقي ولا يحترم من قبل الزملاء الإعلاميين. والدليل على هذا أنك إذا ما دخلت لصفحات هؤلاء تجد لديه 1000 تعليق، 900 تعليق هي ما بين شتم وسب وتجاوز لفظي، ومئة قد تكون داعمة له من خلال الصفحات الوهمية التي يؤسسها من خلال فريقه الإعلامي، بينما تجد الإعلام الحقيقي، الإعلام الذي يكتب من أجل العراق، الذي يعمل من أجل أبناء هذا البلد، تجد لديه نعم 200 تعليق، كلها بالمديح، كلها بالثناء، كلها بالمطالبة منه بأن يكون صوتا ولسانا ناطقا. فبالتالي إذن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وفي النهاية يبقى هؤلاء هم مبتعدون عن النجومية، وإن أصبحوا نجوما إلا أنها نجوم مزيفة، قد تكون ألوانها براقة للناظرين، ولكن ليس كل ما يلمع ذهب، فهؤلاء ليسوا بإعلاميين حقيقة. طيب خلينا نتحدث عن القلم النسوي والمرأة الصحفية، أهلا بك مرة أخرى. بالمناسبة بشار عذرا للمقاطعة، أنت بديت بي، يعني كان المفروض تبدي بالزميلة والصديقة. لا مو أنا أبدي بشكل عام بعدين أتطرق. لا والله ما فاتتني أنا هنا، ما رضيت عليك لا لا لا, لا ما فاتني ما فاتني هذا الموضوع، لكن تبدي بشأن عام للصحافة بشكل عام ثم أتطرق للمرأة الصحفية. وأهلا بك مرة أخرى ست منال، عذرينا إذا يعني اعتبرتها يمكن جاوزنا السيدات أولا، لكن المرأة الصحفية
هل تجاوزت العوائق ست منال، العوائق اللي كبلتها في هذا الوسط؟ يمكن انت بدايتك كانت بدايتك من في فتره حرجه من العمل الصحفي والاعلامي. اهلا ومرحبا بك وكل عام وانت بألف خير، واهلا ومرحبا بالاستاذ العزيز الصديق استاذ محمد. بالعكس ماكو فرق، بالتاكيد انت اكبر من عندنا ليس عمرا، وانت اكبر من عندنا بالصحافه والاعلام، ونقتدي بك الصراحه. وسعيده جدا ان نكون معك اليوم وبقناه الايام مع بشار. بشار، طبعا الفتره دائما اذكرها الحرجه اللي عشناها من بعد احداث 2003 كانت فتره عصيبه جدا. مجتمع فتي على موضوع الديمقراطيه، مجتمع فتي على الاعلام وهذا الانفتاح الكبير بالقنوات الكثيره، وايضا حتى لا يتقبل البيوتات العراقيه تتقبل اي امراه واي فتاه. واني كنت بتلك الفتره يمكن حتى يمكن اصغر من هذا العمر، واجهت كثير من المصاعب، لكن كنت مصره جدا من غير انه احنا كنا نمر بازمات، وذكرتوها حضراتكم قبل قليل بموضوع التهديدات وغيرها والشارع العراقي والانفجارات، وكنا نصور بكل الاماكن والمناطق والمواضيع المهمه والحرجه جدا، وكنا نواجه كثير من المصاعب من ضمنها ايضا حتى التهديدات، من ضمنها الانفجارات، من ضمنها صعوبه المشي حتى بشوارع بغداد وبقيه عواصم العراق. لكن رغم هذا كليته كانت هناك لذة للإعلام، كانت هناك مهنية كبيرة، هناك إرادة حقيقية من قبل الصحفيين والإعلاميين والزملاء والزميلات كافة. كان أبسط عامل بالقنوات وأكبرهم كان يعاني من هذه الأيام الصعبة. الآن مع الأسف أصبح كلمة الإعلام أو الإعلامية والإعلامي على كل من هب ودب، وعلى كل الطارئين من السوشيال ميديا اللي كانت أنا أعتبرها هي عكاز. هي نعم نحن مع التطور والحداثة، ويجب أن نتطور، ويجب أن ممكن أن نناغي حتى بقية الأجيال، أجيالنا أولادنا وأولاد أولادنا، وهذا الفكر الحديث علينا وهو مو بعيد أصلا عنا، لأنه هي نفس هذه الفترة وفترة بسيطة، يعني خلال إحنا خلينا نقول 15 سنة 20 سنة وحدث هذا التغيير. لكن لازم نعمل ميكس، بس مو بهاي الطريقة البشعة اللي لوثت مع الأسف كلمة الإعلام ومهنيته وهذا العمر والزمن الكبير الطويل العريض، وخصوصا في العراق للصحافة وللإعلام، وأن نصل لهذه المرحلة. رغم هذا يبقى مثل ما تفضل العزيز أستاذ محمد أنه نبقى نعرف من هو الإعلامي الرصين، من هو الإعلامي الغير هزيل، من هي الإعلامية الحقيقية. نعرف جيدا من داخل الإعلام، وحتى أعتقد وصل المدى لقنوات العربية تعرف من هم الإعلاميين الحقيقيين ومن هم الطارئين اللي اعتبروا نفسهم إعلاميين من خلال السوشيال ميديا. ما أسهلها أنه تمسك السوشيال ميديا وكام الأنترنت وتتحدث بمواضيع ممكن حتى لا بدون هدف، بدون معلومات، بدون التكاء على معلومات مهمة ورصينة، وهذه كارثة يعتبر يجب أن تقنن. يجب أن تعمل القنوات أبديت على نفسها بالسوشيال ميديا، لأنه هي تعمل ليل نهار، وكوادرها رائعة، الكوادر العراقية تتحمل ما تتحمله من المتاعب وأيضا حتى الظروف القاسية، وبذلك لازم يعملونهم أبديت مع السوشيال ميديا، وأن لا نتيح الفرصة لكل من هب ودب أن يقول على نفسه. طيب. أو يطلق عليه إعلامي. لكن المرأة هل لديها، إذا كانت تمتلك الإمكانيات فعلا للخوض بهذا الوسط وهذه المهنة السامية، لكن عوائق كثيرة كانت توضع أمام المرأة. القلم النسوي مقابل القلم الذكوري، أو كلمة المرأة الصحفية أمام إرادة الكلمة الذكورية. القلم النسوي اليوم ست منال تعتقدين خطه يوازي خط القلم الذكوري؟ يعني هنا تبقى حسب إبداع الشخص نفسه، ما له علاقة إن كانت هي امرأة أو رجل، حسب ملكته، حسب إرادته، حسب طموحه وما يمتلكه من معلومات ومن إرادة حقيقية لإيصال قلمه للعالم. لأنه العراق بالفترة الأخيرة وخصوصا الخمس سنين الأخيرة أنا أرى أنه حتى العقول تنورت وطلعت، والرجال دائما يظلمون بأنهم لا يعطون المساحة الكافية للنساء، وهذا خطأ. أنا لم أرى هذا الموضوع، وإن كان بحالات فردية ومستثنات ولا أعتبرهم
لهم هم حقيقيين، رجال حقيقيين أو رجال عراقيين حقيقيين، لأنه الرجل العراقي دائما بالشعر، بالإعلام، بالأقلام، بالوزارات، بكل مكان يشغل، يعتبر أنه المرأة لابد أن تأخذ مكانتها، لكن لابد هي تشعر بإرادتها وتكون هي قد نفسها حتى تقدر توصل قلمها وحتى صوتها. أعود لك أستاذ محمد، كيف تقيمون الحرب المفترضة اليوم ما بين مؤسسات إعلامية عن طريق أقلام موظفيها والعاملين بها، عن طريق صحفيين وحتى المؤسسات الفضائيات والإذاعات وغيرها، واتهامات متبادلة ما بين، يعني للأسف ما بين صحفيين، البعض من عندهم محترف ومتمكن، باتهامات لزملائهم، هذا يتهم ذاك بأنك بوق لأنك تعمل بمؤسسة تابعة لفلان، هذا يتبع أن تبوق يتهم لأنك تعمل في مؤسسة تابعة للحكومة أو الدولة العراقية. هذه حرب حقيقية لو هي مفترضة، لو أيضا لإشغال الوسط الإعلامي، يعني هي هذا وذاك. لكن قبل ما أبدأ بها، هل من الممكن أن نعرف من هو الإعلامي المهني من الإعلامي أو الإعلام المحترف؟ عذرا أنا لا أستطيع أن أقول الإعلام مهنة، لأن المهنة من الامتهان، والامتهان هو الذل، وبالتالي فالإعلام والصحافة هي حرفة لا يمتلكها إلا المحترفون. فهل من الممكن أن نعرف من هو الصحفي المحترف من الصحفي غير المحترف؟ هذا ما يقيمه أصحاب الخبرة، المتابعين الحقيقيين الأكاديميين الذين يستطيعون أن يشيروا بأصابعهم إزاء فلان أو فلان، هذا محترف وهذا غير محترف. أما أن يتحدث أحد الزملاء على زميل آخر ويقول له أنت بوق لأنك تعمل في مؤسسة تابعة لحزب ولجهة معينة، ما أعرف يعني الجهة التي يعمل لها أو المؤسسة التي يعمل لها الآخر والذي يتهم وليس الذي يتهم، هل هي جهة منزهة 100% أم أنها تستعمل ملفات للابتزاز وهو قد يكون بوقا أكبر وأكثر من الأول؟ فبالتالي المؤسسة التي يعمل بها هؤلاء الذين يتهمون زملائهم ما هي إلا مؤسسات وجدت أو أوجدت بين مزدوجين من أجل الابتزاز، ولدينا أدلة كثيرة. يعني أنا أقدر أطرح الكثير من الأسماء، لكنه أترفع عن ذكر هذه الأسماء ليس لأني أخشى من المواجهة، قطعا لا، فقد واجهتهم كثيرا وواجهت الكثير من المشاكل، لكن لا أريد أن أنزل من مستواي أنا كمحمد ككاتب وصحفي وأمتلك قلما، لا هي بدون أسماء ما يحتاج، لكن محمد، لكن لا أريد أن أذكر هذه الأسماء لأنها لا تستحق أن تذكر، هي أصغر من أن تذكر من الإعلام. ماكو داعي، لكن بشكل عام أستاذ محمد، نعم، أكو مؤسسة مستقلة؟ قطعا لا. ليش؟ كيف تمول بشار؟ يعني أنا وأنت نعرف أنه الإعلام هو محرقة والمؤسسات الفضائية هي محرقة للأموال، كيف يمكن لها أن تمول من قبل جهات مستقلة؟ لم تكن مدعومة من جهات سياسية فإنها مدعومة من جهات خارجية، وإن لم تكن مدعومة من جهات خارجية فهي مدعومة من شخصيات تجارية، شخصيات تمتلك المال تريد أن تسيطر أو تريد أن تبتز من خلال. ليش نسمع أكو إعلامي وطني وأكو إعلامي مأجور؟ هذا الفرق بين من يعمل بصورة حقيقية من أجل العراق وبين من يعمل من أجل أن يكسب. وأنت تستطيع بنظرة بسيطة أن تفارق أن تقارن بين الفرق بين هذا وهذا، بين ما يأخذه من راتب هذا الإعلامي وما يأخذه من راتب هذا الإعلامي. هذا التباين الموجود عندما تجد إعلاميا عراقيا وصحفيا وكاتبا ومتمكنا راتبه لا يتجاوز 1000 إلى 1500 دولار، وهو رقم قد يعد زهيد جدا قياسا بما يقدمه هذا الإعلامي المتمكن، مقابله شخص آخر لا يمتلك من المهنية والحرفية إلا ما يستطيع أن يبتز به بعض السياسيين وبعض الجهات، وتجد راتبه يصل إلى 10 أو 15 أو 20 ألف دولار. فبالتالي هذا كيف يمكن للمؤسسة الإعلامية أن تعطي هذا الراتب وهو راتب يتجاوز راتب وزير؟ إذن القضية فيها مثل ما يقول المثل الشعبي بها إن هاي الإن وأخواتها، أنا وأنت يجب أن نبحث خلفها، يجب أن يبحث خلفها الناقد الحقيقي الذي يستطيع أن يقيم بين هذا الصحفي والآخر، الذي يستطيع أن يميز بين من يعمل من أجل أن يبتز وبين من يعمل من أجل أن يكون صوتا ناطقا للشعب وللمجتمع ويدافع عن الحقوق
ويطالب بالحقوق للفقراء والمعوزين وإلى آخره. طيب. هذه هي القضية بين هلالين. ست منال، شنو رأيك أنت وشنو الفرق بين الاستقلالية والمهنية؟ الاستقلالية بالقنوات أم الاستقلالية قصدك بالإعلاميين نفسهم؟ الإعلاميين نفسهم. يعني هي الاستقلالية بالتالي هو مثل ما تفضل، يعني هذا المشكلة انه احنا دا نعرفها كليتنا وعايشيها حقيقة. اذا تريد تستقل برأيك وان تكون فعلا اعلامي حقيقي وطني تحب بلدك ولا تقبل عن المعلومة الخاطئة ولا ان تسير او تجير لجهة ما او لأي قناة لأي احد ما، بصراحة بالتالي انت راح تخسر ممكن عمل، ممكن انت ما راح تكون بالمكان الصحيح، ممكن ما راح ينطوك استحقاقك، مع العلم انه انت كثير تمتلك من الادوات المهمة اللي تمكنك بان تكون اعلامي محترف جدا واعلامي يضاهى بيك ببقية البلدان العربية مثل ما نرى بقية القنوات العربية. مع الأسف هذا شيء دنمر به، صعب جدا على العمل الإعلامي والصحفي، صعب على الإعلاميين على نفسيتهم على إرادتهم، ولو يفكرون صح الصراحة لو يفكرون صح، حتى وإن كانت هذه القنوات هي لجهات معينة ومعروفة وكل العالم والعراقيين يعرفوها، هذه القناة لمن وأخرى لمن، لا ضير أنه يجتمعوا عند نقطة واحدة فقط العراق، أو لا نختلف بأمر العراق، أو لا نختلف بأن نصنع وأن نقيم الإعلاميين حتى يصل اسم العراق عاليا. لحد هذه اللحظة إيش قد صار؟ أعتقد هي فقط صارت خليجي 25 وصلت اسم العراق للعالم، وأنا اللي لاحظته رحت على أرض الواقع وأيضا سرشت كثير، شفت أنه هم كانوا مدونين على السوشيال ميديا، هم ليسوا بعراقيين، وكانت هذه النجاح ينسب إلى أهالينا في البصرة الحبيبة، هم فخر صراحة، لكن من تطلع على الإعلام ما إلى البصمة الحقيقية اللي توصل اسم العراق عاليا أمام العالم كله. أكو كثير من الناس العالم العرب أقصد الأوروبيين وحتى العرب يقولون أنه العراق هو يمر بأزمات، أنه هو غير آمن، أنه هو غير مفعل، يعني هذا كله سبب الإعلام بالعراق. طيب. ما موصل الصورة الصحيحة للعراق. نبقى بالاستقلالية ونرجع للقلم الذكوري. منال، تعامل القلم هذا مع المرأة الصحفية، هل ما زال هذا القلم يخط للمرأة الصحفية أسلوب عملها الصحفي؟ ويمكن إدارات أغلب المؤسسات إذا مو كلها هي إدارات من الذكور. منال، مشكلة هذه يعني الصراحة الإدارات وين ما تكون، مو بس بالقنوات، تلاقي دائما فعلا أنه ممكن ما ينطوها المجال لأن أنه هي تدير القنوات، يعني يجوز هي دي يشوفوها أنه مو قادرة، هم دي يشوفوها مو قادرة على أن تكون هي كمديرة، لكن بالعكس أثبتت المرأة أنه هي مديرة ناجحة جدا ومنظمة جدا وأيضا حقانية جدا. فيفترض حتى لو الفرصة ما تعطى دائما لازم احنا نستقطعها ونقتطعها من الناس، لازم ناخذها، لازم نظل نحارب حتى ناخذها إذا كانت فعلا أنه هي تستحق هذا المكان كإدارة. منال المعتصم، محمد الساعدي، مع حفظ الألقاب أنتم معروفين، ما يحتاج أحد يقدمكم، والأكثر شهرة. الشكر الجزيل لكم وكل عام أنتم والأسرة الصحفية والإعلامية بألف ألف خير إن شاء الله. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، مواصلة سفيرة واشنطن بهذا النهج ربما سيخلق الأزمات والفتن داخل البلاد، خصوصا بعد إعرابها عن رفض واشنطن لبعض مجريات الأحداث داخل البلد. بالمقابل أفصحت عن أهمية استراتيجية واقتصادية للعراق لدى أمريكا، وهذا ما يثير المخاوف حول أطماع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسيطرتها. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. واشنطن تعود عبر سفيرتها في العراق وتحركاتها إلى تفعيل خطواتها التي وصفت بالاستفزازية من خلال لقاءات مع شخصيات سياسية عراقية قبل إقرار الموازنة وبعدها، خصوصا مع الجانب الكردي، زيارات يشار إليها بالشبهة والمخاوف. فهذا السلوك المريب الذي تنتهجه الولايات المتحدة عن طريق أدواتها داخل البلد يراها المراقبون تحمل نوايا لإدخال العراق تحت سيطرتها وعدم استقلاله،
خصوصا في المرحلة الراهنة والهدوء النسبي الذي يمر به المشهد السياسي. سفيرة الولايات المتحدة شخصية مستفزة مثيرة للجدل والسخط بين الأوساط السياسية والشعبية الرافضة لتحركاتها التي خالفت بها الأعراف الدبلوماسية السائدة، وتثير الاستفهامات حولها كونها لا تخضع للقوانين الدولية المتعارفة للسفراء في الدول. أما المتابعون للشأن السياسي فيحملون وزارة الخارجية مسؤولية زياراتها، خصوصا بعد جملة مخاوف طرحوها تحذيرا من التدخل في الشأن الداخلي من جانب وجر البلد إلى الخضوع لسيطرتها من جانب آخر. فمخاوف انعكاسات هذه الزيارة في المرحلة الراهنة تترجم بوجود ضغوط سياسية وأمنية بحسب الخبراء لعدم قبول الولايات المتحدة بالمشهد السياسي الحالي الذي لا ينسجم مع مصالحها. نهى الشمري، الأيام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت والصورة من بغداد، نائب رئيس المرصد الوطني العراقي للإعلام السيد وائل ركابي. أهلا بكم سيد وائل. وكذلك ترحيب بعضو شبكة الهدف للتحليل السياسي مؤيد العلي. أهلا بكم أستاذ مؤيد. حياكم الله. وسهلا. أبدأ معكم سيد وائل، وبدءا من القيادات السياسية انتهاءا بحتى الفعاليات الاجتماعية، تحركات كثيرة وكبيرة للسفيرة الأمريكية في العراق، لكن شنو يعني ليش زعج بعض الأطراف السياسية من هذه التحركات؟ وأغلب السفراء عندهم لقاءات مع مسؤولين وفعاليات اجتماعية يشاركون بها. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولضيفك العزيز ومشاهديكم الكرام. يعني هو طبعا بالمناسبة مو كل السياسيين مزعوجين، يعني هناك بعض منهم من هو ينزعج من هذه التحركات المريبة، هذه التحركات التي لربما بعيدة عن الأعراف الدبلوماسية. يعني عندما نجد تحرك سفيرة أمريكية على الرغم من أن تحركاتها يعني للإنصاف هي لا يمكن لها أن تدخل وزارة أو تدخل مكان مؤسساتي، مؤسسة رسمية عراقية، ما لم تحصل على موافقة مسبقة، وحتى الشخصيات الأخرى على الصعيد السياسي. فبالتالي عملية الحصول على موافقة الاستقبال هي سابقة للمحل الزيارة، يعني لا يتصور البعض أنها مداهمة وأنها هي هذا اللقاء يكون إجباريا، لا. لكن برغم كل هذه التفاصيل التي سواء كانت فيها موافقة مسبقة أم لا، يبقى تحرك السفير يجب أن يكون خاضع إلى العرف الدبلوماسي المعمول به منذ اتفاق فيينا عام 60. فبالتالي يعني هذا الموضوع فيه خرق إلى هذه الأعراف الدبلوماسية، وكأنه يفسر في بعض الأحيان أنه هو أشبه بلغة الإملاء على الأطراف الرسمية الحكومية. لذلك نجد أنه هناك من يعترض، وهناك من يحاول أو يحمل الخارجية على أساس يفترض أن تنبه هذه السفيرة بتحركاتها، فضلا عن أنها يعني تعدت كثير من الخطوط الحمراء، نجدها في الجانب الرياضي، نجدها في جانب اجتماعي، نجدها في مطعم، في مع جهات رسمية. فبالتالي هذا الموضوع يعني أعتقد أنه فيه شيء من الاستفزاز لكل الأعراف الدبلوماسية، فضلا عن الأعراف الاجتماعية التي تعودنا عليها كثيرا في العراق. طيب رحب بك مرة أخرى سيد مؤيد، وكما ذكر سيد وائل أنها تحركات مستفزة، لكن باقي السفراء سيد مؤيد أيضا عندهم لقاءات مع جهات ويشاركون الكثير من الفعاليات في البلاد، ليش فقط رومانسكي من توصف بتحركاتها ولقاءاتها بالمريبة أو المستفزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك يا سيدي الكريم وإلى ضيفكم الكريم وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام. بدءا يعني فرق هذه السفيرة عن باقي السفراء الدول الأخرى أن هذه تمثل أمريكا، ومعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية خبيثة في سياساتها ودائما ما لها خطط عديدة من أجل فرض مشاريعها ومصالحها في العراق. باقي الدول قد تكون لها مصالح أطماع لكن لا ترتقي إلى مستوى الأطماع الكبير واستراتيجية لأمريكا في العراق في المنطقة. نقطة أخرى أنه باقي السفراء يعني لو نحسب عدد يعني زياراتهم للمسؤولين يعني لا تساوي 1 أو 5% على أكثر التقادير من زيارات لومونسكي، يعني إلى مختلف الوزارات، إلى السلطة التشريعية التنفيذية، جهات عشائرية، منظمات ما يسمى بالمجتمع المدني، كل هذه الأمور تضع أكثر من علامة استفهام على هذه التحركات. أيضا الخلفية السياسية والوظيفية لرومونسكي في أجهزة مهمة كCIA والخارجية، وكانت يعني مسؤولة في لسنوات عديدة على ما يسمى بالمنظمات الإرهابية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هي تمتلك خلفية أمنية واستخباراتية أكثر من خلفيتها السياسية. تفضل أستاذ وائل بنقطة مهمة جدا، أنه اليوم تجاوزت هذه الحدود الدبلوماسية والأعراف متعارف عليها دوليا. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم تراجعها في المنطقة تحديدا في منطقة غرب آسيا وانشغالها بعدو استراتيجي هو الصين، وأيضا انشغالها الكبير بالحرب الروسية الأوكرانية، ما زالت تحاول أن تفرض وجودها من خلال السفيرة في العراق وتحديدا في بغداد. أعتقد أنه الدعم الكبير أيضا الشعبي والداخلي والجماهيري والإقليمي والدولي لحكومة محمد الشياع السوداني أيضا قد يؤرق الولايات المتحدة الأمريكية، وتريدها أن لا تخرج عن خارج سيطرتها وأن لا تذهب بعيدا باتفاقات أو استثمارات أو اتفاقات استراتيجية مع دول الجوار أو في الإقليم أو في العالم. تريد كل هذه الأمور هي نوعا ما تحت سيطرتها، تراعي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. لذلك أعتقد أنه اليوم نحتاج تفسير واقع من الحكومة كثرة هذه الزيارات، سواء كانت إلى محمد الشياع السوداني قبل التنصيب وبعد التنصيب، إلى وزراء معينين، أيضا الزيارة الأخيرة إلى رئاسة أركان الجيش إن كانت بموافقة كما تفضل أستاذ وائل، بموافقات رسمية وإنها ليست يعني زيارة أو مداهمة كما تفضل. فبالتالي هذا يعني يدفعنا إلى سؤال، وسؤال مهم، أنه هذه الأجهزة وهذه الوزارات والحكومة تعطي تفسير واضح إلى الرأي العام العراقي، إلى الشعب العراقي الذي ينظر طيب. إلى أنه أمريكا هي عدو للشعب العراقي. لا أرجع لك لهذا السؤال، تفكر بمصلحة العراق وهي تفكر في مصلحتها في كل الأحوال. أرجع لك لهذا السؤال وجوابه، لكن سيد وائل عندنا سفراء بالخارج، سفراء العراقيين بالخارج عديد من الدول، وأيضا سفير العراق في الولايات المتحدة الأمريكية، هل يقومون بهكذا نشاط؟ هل يلتقون بهكذا شخصيات وفعاليات؟ يلتقون بقادة عسكريين في هذه الدول؟ شوف أستاذ العزيز، يعني احنا قبل يومين مرت علينا مناسبة يعني كبيرة وحزينة ومؤلمة على قلوب العراقيين، وهي ذكرى شهداء مجزرة سبايكر. نعم. هل سمعت جنابك أو سمع أي عراقي، وطبعا هذه الذكرى التاسعة ليست الذكرى الأولى أو الذكرى الثانية، يعني هل سمعت جنابك من كل سفاراتنا في خارج العراق أنها أقامت مهرجانا يحيي هكذا مناسبة عراقية؟ فما بالك في تحركاتهم بالتدخل في شأن داخلي لتلك الدول؟ لا يمكن أن يتحرك سفير عراقي أو غير سفير عراقي خارج حدود منظومة الاتفاق الدولي والأعراف الدبلوماسية المنصوص عليها دوليا، والتي يجب أن تحترم أيضا من قبل السفير ممثل دولته في أي دولة كانت. للأسف الشديد اليوم لدينا تقصير، نحن أنا أتحدث عن هنا الداخل العراقي، لدينا تقصير من جانبين، من جانب أنه وزارة خارجيتنا لم توصل ما تريد لسفرائنا بشكل حقيقي بحيث أن يدولوا المأساة العراقية من خلال تمثيل إقامة ندوات خاصة تدين الإرهاب وتدين داعش، وهذا متفق عليه دوليا، ما الضير أن تقوم أي سفارة عراقية في أي دولة خارجية بنقل معاناة العراقيين من هذه المجاميع الإرهابية التي تشكلت على ضوئها ما يسمى بتحالف دولي وهي محاربة من قبل الكل، أو أن هناك شأنا عراقيا أو أن هناك معرضا عراقيا يحاول أن يبرز المعالم الحضارية المعالم الثقافية. هذا أمر
غير موجود، وإن وجد فيوجد في دولة أو لا. والشأن الثاني يجب أن 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 تحاسب السفراء من يتعدى دوره. أما عمل السفير نعم عمل يلتقي مع رؤساء الحكومة لنقل وجهات نظر بلده لتوطيد العلاقة ما بين البلدان، هذه المشكلة أتصور أنها مفقودة في الداخل. طيب لكن توصل إلى درجة مناقشة أجندة مجلس النواب، مناقشة أمور تشريعات، مناقشة أمور اقتصادية وحتى أمنية وصلت سيد وائل؟ نعم للأسف الشديد واضح جدا بهذا الشكل، يعني واضح تدخل سافر، تصريحات بعض الأحيان تمس الحشد الشعبي، تمس لربما حتى مشاعر العراقيين بالنسبة إلى كثير. يعني هسه لاحظ أنه في قبل يومين ثلاثة أيام الأمريكان أنزلوا العلم الأمريكي وأنزلوا أعلام كل المشتركين في الأمم المتحدة ورفعوا علم المثلية على أساس أنهم أطلقوا على أنفسهم أمريكا أمة المثلية. طيب آني يعني الآن في ظل هذا الضوء الذي يسمح للمثلية أن يرفع علم ويتباهى به، وأنا في العراق أغض النظر عن معتقداتي وعن ثوابتي وعن قيمي بدون الرجوع إلى محاسبة هكذا جهات وهكذا سفيرة على أساس أنها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد أنه عندما تتدخل بهذا الضعف نجد تدخل في الشأن التشريعي وفي الشأن التنفيذي ولربما في شؤون أخرى أكثر ضررا منها على الواقع المجتمعي العراقي. طيب سيد مؤيد، يعني بعد هذه اللقاءات اللي تجريها رومانسكي مع مختلف الأطراف السياسية والحكومية، ليش رومانسكي حريصة على نشر هذه اللقاءات والإعلان عنها؟ هل لإحراج أطراف حكومية المختلفة والأطراف السياسية أم لإثبات السيطرة على الشؤون الداخلية؟ يعني أعتقد أنه يعني الشق الثاني، أنه إثبات أن هناك سيطرة أمريكية وأن أمريكا ما زالت موجودة في العراق من خلال شخص رومانسكي ومن خلال السفارة الأمريكية. وفعلا هناك معلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت كل الجهات العراقية أنه أي تعاون وأي اتفاقيات أو أي يعني شيء يخص العراق والولايات المتحدة الأمريكية يكون حصرا من خلال السفيرة. فبالتالي هناك صلاحيات كبيرة وواسعة جدا منحت من قبل البيت الأبيض الأمريكي إلى هذه السفيرة، هي فعلا تعمل بجانب آخر يعني بجانب مهم وهو الجانب الإعلامي، وحريصة جدا كما تفضلت بنشر كل اللقاءات ويعني نشرها بشكل مباشر وبشكل يعني واسع جدا. هذا الأمر يدل على أنها تريد أن توصل رسالة إلى الرأي العام الداخلي العراقي والرأي العام الدولي أن أمريكا ما زالت موجودة في العراق وأنها تسيطر على مفاصل مهمة جدا من خلال تحكمها في قرارات معينة. للأسف إن احنا نقول يعني اليوم الموقف الحكومي الصامت والمفقود في بهذه الفترة، نحتاج إلى بيان رسمي يبين ما طبيعة تحركات هذه السفيرة، وإلا الصورة التي تصل إلى الشعب العراقي ولا كم مراقب من خلال هذه الزيارات الغير مبررة والكثيرة جدا، كأنما رومانسكي نصبت نفسها يعني نصبت من قبل أمريكا كحاكما فعليا إلى العراق، يعني تتدخل في كل صغيرة وكبيرة المفاصل التشريعية والتنفيذية القضايا الأمنية لوزارات حساسة ليس من صلاحية أي سفير في أي دولة أن يقوم بهكذا أمور. فبالتالي الأمر يحتاج إلى أن نقف بصراحة، قد تكون هناك اتفاقيات غير معلنة بين جهات سياسية معينة وبين الولايات المتحدة الأمريكية على دور هذا يعني دور هذه السفيرة، وما يعزز هذا الاحتمال أنه السكوت المطبق من قبل يعني لا أقول جميع إنما معظم الكتل السياسية عن هذا الأمر، يعني بيانات خجولة من هنا وهناك من جهات معينة، وهذا الأمر لا يرتقي إلى طبيعة التدخلات. قد تكون فعلا هذه الحكومة اليوم هي حصلت على موافقة شعبية وجميع مؤيد لها لأنها تقوم بعمليات استثمار وعمليات خدمات تهم أبناء الشعب العراقي، لكن نخشى أن يكون مقابل ذلك وفي الجانب الآخر اتفاقيات غير معلنة واتفاقيات يعني قد تكون سرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، هي قد تؤثر على مستقبل العملية السياسية أو تؤثر على مصالح أبناء الشعب العراقي في المستقبل. لا ننسى وأعود وأقول أن أمريكا لا تفكر لا في مصالح العراق ولا في مصلحة أي دولة أخرى، تفكر في مصالحها فقط. فبالتالي يجب أن نضع هذا شعار وإطار لكي نتعامل سواء كان على مستوى الإعلامي والرسمي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أكو قرار حكومي، أعود لك سيد وائل، أكو قرار من رئيس مجلس الوزراء أنه لا وجود لأي لقاء مع البعثات الدبلوماسية دون وجود ممثل عن وزارة الخارجية، لكن ليش ما طبقوا هذا القرار إذا مو من
الأطراف السياسية أو الشخصيات الحكومية على الأقل، أو إذا مو من السفيرة الأمريكية ما التزمت بالقرار، على الأقل من الأطراف السياسية والجهات الحكومية والأطراف الحكومية. يعني أتصور أنه الجانب الرسمي يبرر هذه الزيارة، يعني هو لا يقول أنها زيارة يعني مفاجئة أو زيارة سريعة أو زيارة مجبر عليها المسؤول العراقي، بقدر ما أنه قد تكون أيضا من خلال ممثل لوزارة الخارجية تتفق مع السفارة الأمريكية. نعم. وتحصل على هكذا موافقات وهكذا لقاءات، يعني هو عمليا الواقع أو الرد الدبلوماسي للخارجية وللحكومة يعني يكون فيه هكذا إجراء. طبعا بالمناسبة يعني حتى أكون منصف، يعني نحن عندما نتحدث عن هكذا خروقات للسفيرة الأمريكية، يعني لا نحن لسنا ضد أن تقوم السفيرة بأداء دورها بشكل حقيقي وأن تتعاطى بما تريده الحكومة الأمريكية مع الحكومة العراقية، لكن نحن نريد أن تكون عبر الأدوات والقنوات الصحيحة، ولا أن يعني تعبر وتقفز على كل الأعراف. يعني بمعنى آخر وأدق وأكثر اختصارا للحديث، نحن لسنا لدينا أي عداء في التعاطي مع الأمريكان، لكن نحن أصحاب تجربة مع الأمريكان منذ عام 2003 وإلى الآن. فبالتالي من الممكن أن السفيرة الأمريكية تتحدث مع الحكومة مثلا حول موضوعة الوجود الأمريكي أو الأعداد الموجودة الأمريكان. الحكومة تقبل وجودهم بعناوين مدربين أو مستشارين، لكن لا تقبلهم بعناوين مقاتل. إذن أكو قضية من الممكن أن تتباحث معها، لكن ماذا يعنيها وماذا تتباحث عندما تذهب إلى جهة تشريعية مثلا؟ هذا الأمر فيه رسالة أعمق وأبعد كما تفضل ضيفك الكريم. يعني هناك رسائل الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن خسرت وفقدت كل قدرتها في المنطقة من أجل تحقيق أهدافها. طيب. والتوجه العراق مع يمكن الجهة التشريعية هي من الرئاسات سيد وائل، لكن ماذا عن لقاءات بمحافظين وتباحث بأمور محافظات داخلية؟ يعني هذا أمر وأنكى، يعني هذا أمر وأنكى، وما حدث مثلا في الموصل وغيرها نجد أنه هذا فعل غير صحيح وفعل غير طبيعي. يعني هذه تعتبر وكأنه عملية تعامل مع أجزاء من محافظة إلى أجزاء أخرى. لذلك نجد أنه بعد هذه الزيارات ماذا نجد أنه الحديث يكون أو يمرر، أنه ثمة حديث عن استقطاع سهل نينوى وسنجار وجعلهما بعيدا عن الآن وجودهم مع إقليم كردستان وتحولهم مثلا إلى الحكومة الاتحادية أو رئاسة الوزراء مباشرة، وتعتبر مناطق بعيدة عن التدخل الآخر. إذن يعني هذا الحديث لما يأتي بعد الزيارة للسفيرة حول أي منطقة، يعني ندخل أنفسنا في شيء من السجال وفي شيء من التبريرات التي قد تكون أو لا تكون. يعني أنا مطمئن عندما يكون يقال أو ينقل أن السفيرة الأمريكية لها تدخل على إقالة إبعاد الحشد الشعبي، والله مو لو السفيرة الأمريكية تجي. طيب. لو 10 سفراء أمريكان غير قادرين على إنهاء عمل الحشد الشعبي كهيئة، لأنه هذا مطلب جاء نتاج لفتوى ومطلب جماهيري وأريقت من عند أمام دماء، فبالتالي لا أمريكا ولا غيرها ولا سفيرتها. لكن المشكلة نحن نضع يعني وكأنها تضع الحكومة في خانة عليها أن تدافع عن نفسها وتبرر لأفعال هذه الحركات. طيب سيد مؤيد، هل هناك ارتباط أنه كلما ازداد الحراك السياسي في العراق ودخل إلى مرحلة حرجة كل وازداد بالمقابل حراك السفيرة الأمريكية خصوصا مع الأطراف السياسية مو الحكومية؟ بل الحكومية أكو ملفات كما ذكر سيد وائل مرتبطة يمكن التباحث بها، لكن حركها على الجهات السياسية. سيد الكريم، يعني أوضح نقطة مهمة جدا. اليوم خطر الوجود الأمريكي في العراق هو لا يقتصر على الوجود يعني العسكري الأمريكي والأمني، لأنها هي جربت هذا الوجود العسكري ودفعت أثمانه كثيرة جدا. يعني عام 2011 لا ننسى خروج الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا تعرض معظم قواعدها إلى هجمات صاروخية عنيفة وذكية من قبل جهات وفصائل المقاومة تعادي وتناول الوجود الأمريكي.
أعتقد أنه اليوم المعركة مع الجانب الأمريكي تقع في ظل الحرب الناعمة والقوى الناعمة، الحرب فكرية وثقافية أكثر من ما هي أمنية وعسكرية. وكما قلت في بداية الحديث أن هذه السفيرة هي خبيرة في شؤون الإرهاب وخبيرة أيضا في شؤون ما يسمى منظمات المجتمع المدني. وأيضا لا ننسى أنه قبل أيام أمريكا أعلنت نفسها في سقوط أخلاقي كبير جدا أنها تمثل أمة المثلية، فبالتالي ما ترعاه السفيرة الأمريكية وتتحرك على جهات الشباب والذكور والأناث وشيوخ العشائر من الشباب الذين يدعون أنهم شيوخ عشائر، هذا يمثل خطر كبير وأهم من التدخلات العسكرية. أيضا الجانب الآخر لا ننسى أنه اليوم هناك محاولات لتغيير ديموغرافي في مناطق معينة كسنجار وغيرها من خلال يعني السماح وبرعاية أمريكية وبضغط أمريكي واضح على دخول عوائل الدواعش من المخيمات في سوريا إلى العراق. طيب هذه الملفات خطرة يعني تتحدث عنها سيد مؤيد، أكو يعني إمكانية لوضع حد إلها؟ يعني هذا تأسيس ليلوات إلى جهات إرهابية في المستقبل. لا تنسى الفوضى التي كانت ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية تحت التظاهرات والاحتجاجات وغيرها. أعتقد أنه هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية وموقف جاد من قبل الكتل السياسية سواء المشتركة في الحكومة والسلطة التشريعية ليوقف طيب. هذه الانتهاكات وهذه التدخلات. أيضا يعني عودا على سؤالك، أنه أمريكا يعني بكل صراحة وهي قد تعلن بشكل مباشر غماش انها تدعم بعض الكتل السياسيه الموجوده في العمليه السياسيه وتعادي كتل سياسيه واخرى، خصوصا الكتل السياسيه التي تعتبر ان الحشد الشعبي طيب. هو الحاضنه الشعبيه والجماهيريه لها، فبالتالي تتدخل من اجل ان تفرض اجندات معينه او ان تفرض شروط معينه. لا ننسى التدخلات الاخيره يعني بشكل مباشر غماش فيما يتعلق بالموازنه وحصه الاكراد في هذه الموازنه. الشكر جزيلا لكم عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي سيد مؤيد العلي، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم نائب رئيس المرصد الدولي العراقي للإعلام أو المرصد الوطني سيد وائل الركابي، شكرا لكم. والشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.